القدس موعدنا، بهذا الشعار بدأ فلسطينيون خارج مؤتمرهم الذي يعد الأول من نوعه لتوحيد جهود فلسطيني الشتات. ويهدف المؤتمر الذي أقيم في اسطنبول وشاركت فيه نحو 1200 شخصية فلسطينية من 50 دولة، يهدف إلى إطلاق حراك شعبي ووطني فلسطيني يؤكد على حقهم في المشاركة السياسية. التجمع الفلسطيني تحت أي عنوان هو تجمع مهم جدا، فما بالك عندما يكون تجمع باسم فلسطين الخارج، اللي هي فئة لم تكن موجودة من 30-40 سنة بالمناسبة، غير دول الطوق والمخيمات في الأردن مصر، في الأردن، في سوريا، في لبنان. فلسطيني الخارج لم تكن فئة موجودة، ولكن مع الهجرات والتشتت اللي صار في الدول العربية والآخرية أصبحت فئة كبيرة جدا تعد بمئات الألاف. هؤلاء ليس لهم وجود حقيقي في المؤسسات الفلسطينية، ولذلك تجمعهم الآن، تعرفهم على بعض، محاولة التشبيك، محاولة إيجاد استراتيجيات للعمل لدعم القضية الفلسطينية أمر مهم جدا. خطوة تأتي في توقيت مهم، كما يشير القائمون على المؤتمر للتأكيد على أهمية دور فلسطيني الخارج بإكمال المسيرة وتأدية واجبهم تجاه قضيتهم بعد تجاهلهم في السابق. اليوم فلسطينيين الخارج يكملون المشوار، يصوبون البوصلة ليقولوا للعالم نعم نحن موجودون، نحن لم يتم إقصاؤنا إلا رغما عنا، نحن لنا دور نؤدي هذا الدور في زراعة الحقوق وتثقيف وتوارث الحنين بالعودة إلى فلسطين. هذا دور فلسطين الخارج. فلسطينيين الخارج هم يشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، مع الأسف منذ سنوات طويلة تم إهمالهم وإبعادهم حتى عن التأثير في القضية الفلسطينية، رغم أنهم يمثلون الذراع الأهم في القضية الفلسطينية وهم قضية اللاجئين وحق العودة. وأنا أعتقد أن هذا المؤتمر هو خطوة صحيحة في إعادة إثبات الحق وإظهار قوة وضرورة تواجد هذه الكتلة البشرية من الشعب الفلسطيني خارج فلسطين لتكون شريكة في التأثير على واقع الشعب الفلسطيني والمساهمة بإذن الله في تحرير فلسطين بدعمهم السياسي والمعنوي والمالي خلال السنوات القادمة. في اتجاه آخر، ركز المشاركون في المؤتمر على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة من أجل إفراز قيادة فلسطينية موحدة. اليوم المؤتمر يؤكد أن مطلبه في أن يكون هناك انتخابات حرة ونزيهة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي ينتخب قيادة فلسطينية تقود مشروع التحرير، العودة والتحرير، أو التحرير والعودة، هو هدف رئيسي له ومستمر بالمطالبة به ولن يتنازل عنه. أمام هذه التحديات، يبدو أن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج يأتي في ظل تطورات هامة تشهدها القضية الفلسطينية وسط تصعيد وتعنت صهيوني، ليشكل صوتا موحدا للفلسطينيين في الشتات ويجمع شملهم بكيان واحد يجدد حقهم بالعودة.